السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها أو بالمواضيع اللي عندكم واللي تردون تحجون بها عبر برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج أرقام البرنامج أسفل الشاشة، أي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي موجود جوه اللي بصفة إشارة الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الانفلات الأمني، بما أنه جاي نحكي عن ملف الانفلات الأمني فيعني النزاعات العشائرية واللي كثرت بدرجة مو طبيعية بالعراق وراء الاحتلال المقيت. نبدي ملفنا من محافظة ذي قار، وبتكرار إلى حالة الفوضى والانهيار الأمني وانتشار السلاح اللي دا يعيشه العراق، عندنا هنا نزاع عشائري كبير بقضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار. هذا النزاع أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بيناتهم عقيد بالشرطة، وإصابة تقريباً 11 آخرين. امتد هذا النزاع لساعات بشوارع القضاء اللي تحولت إلى أشبه بأرض معركة. تعالوا نشوف سوية. هاي الحالة كنا نشوفها قبل 2003 بالفيديوهات اللي تطلع في أفغانستان والصومال والدول المحتلة أو الدول اللي بيها صراعات داخلية. هذا الفيديو اللي دا تشوفوه مو فيلم هوليوودي عن المقاومة أو عن العمليات الإرهابية، لا، أنتوا دا تشوفون حياة طبيعية للناس. أنتوا تخيلوا هذا الشيء صاير والأيام وباقي المناطق اللي بصف قضاء الإصلاح عايشة طبيعي بس يسمعون الطلق. عندنا مقطع ثاني من نفس القضاء همينا من الإصلاح، نشوف بيه انتشار عشرات المسلحين بشوارع القضاء وإطلاق كثيف وعشوائي للرصاص قدام منه أنظار القوات الحكومية اللي بالفيديو نشوفهم موجودين أمانة الله بس ما لهم أي دور، مكتفين باتخاذ موقف المتفرج على ما يجري من انفلات أمني. ناس تركض ودشاديش ومشالح ومشاجب وأسلحة ورايحة جاية وناس شكو ايش صاير. واحد يحكي لي شنو اللي صاير بالإصلاح هناك، أو واحد يطلع لنا منك ويقول لنا النزاع العشائري على شنو؟ على قطعة قاع، لو على مرة، لو على بيت، لو واحد كاسر قدام واحد بسيارته، لو واحد داق هورن الواحد ومفززه، على شنو هذا النزاع اللي صاير هناك؟ والله يعني الرمي اللي دا نشوفه هو مو رمي ناس متعاركة، حرب اللي دا نشوفه هنا العراقيين يردون يخلصون منه،
العراقيين بال 2003 وبال 98 وبال 94 وبال 91 وثمان سنوات من ال 80 لل 88 يسمعون طلقات. العراقيين من ال 80 لحد هاي اللحظه يسمعون صواريخ وطلقات وطق ويردون يخلصون من هالمظاهر هذه. بس شلون يخلصون؟ وعندنا حكومات ما تفكر بهاي الشيء. عندنا وزير اسمه عبد الامير الشمري قال اي نزاع عشائري انا راح احاسب هذا النزاع بين اي عشيرتين بين اي عائلتين بين اي اثنين كانه عمليه ارهابيه. بما انك حكيت انه وقلت انه هذا يصير بمصاف العمل الارهابي، تعال اشوفك بالنجف ايش صاير. هنا عندنا بالنجف تحديدا من ناحيه عباسيه اللي راح تشوفوه هنا مو النزاع العشائري، هنا راح تشوفون ما بعد النزاع العشائري. مسلحين طبوا للناس لبيوتهم، هجروهم من بيوتهم بسبب النزاع العشائري اللي كان موجود بين عشيرتين. بنزاع مسلح راح يعني يعكس لكم غياب الامن وغياب سلطه الدوله والقانون. تفرجوا. عمي علاء وفشلة بس سالفه بس نسوان عمي بس نسوان فشلة. بوي احنا نطلع نسوان فشلة معودين. عمي فشلة. بداية الفيديو إذا انتبهتوا كان اكو واحد أبو بايسيكل واقف دي يتفرج عليهم، هذا قائد العمليات العسكرية. وراها اكو واحد شاد هنا، تذكرون بالجيش أو اللي خادمين بالعسكرية اكو أربع شرايط هنا رئيس عرفاء وحدة، هذا رئيس عرفاء الوحدة العشيرية اللي طابة بدها تهجر لنا بلا زحمة. قل لي وفشلة من الناس بس نسوان جوا، ومو فشلة انه طلعون العالم من بيوته، مو فشلة يعني اذا اكو زلم عادي تطبون تطلعوهم وتهجروهم. زي انا ارد اسال محمد الشاع السوداني، شنو فايدة وزير الداخلية مالتك عبد الامير الشمري بلا زحمة؟ مو فشلة من الوزير، مو فشلة من القانون، مو فشلة من العالم لما تشوفكم انتو وجدة تصرفون ابد، بس فشلة اكو نسوان جوا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من فيسبوك سعدون السلطان يقول هذا كله بسبب ضعف اجهزه الدوله وضعف تطبيق القانون، اسال الله ان يصلح كافه الاطراف المتنازعه. الناصري بلد بدون قانون اكيد يصبح هرج ومرج، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعلي قيس الركابي يقول بس اريد اعرف قائد الشرطه وقائد العمليات شنو دورهم بالمحافظه؟ شنو ذنب الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن بهيج مواقف؟ ضياع القانون يعني ضياع البلد بالكامل. أبو ضرغام السعيدي يقول هاي كل أسباب ضعف قانون صارم، ناس ترمي بدوشكاد وأحاديات وماكو أي محاسبة. والسؤال منطقي، شنو دور قائد عمليات المحافظة أو شنو دور قائد عمليات المنطقة اللي تتبع لها النجف أو ذي قار؟ شنو دور قائد الشرطة؟ شنو دور المراكز الأمنية اللي موجودة هناك؟ المراكز الأمنية أنتوا بس تدورون لما طفل يبوق لخبزة لأنه جوعان، لو تدوروا لكم واحد دا يبيع مي، لو تدورون مفطرين بشهر رمضان، لو تدورون سيارتين ندعمن ببيناتهن. شنو دور مركز الشرطة؟ تنتظرون الناس تتهجر ويقول السلام عليكم أخوي هجروني من بيت أرد أقدم شيء، أيوه قعد استريح كتب الدعوة مالته وروح الله وياك إن شاء الله تصير خير، وراها اشفطوا فلوس. شنو دوركم؟ أبو علي من الديوانية حياك الله. هلا مرحبا لك. هلا بيك يا الغالي. ألو انقطع الاتصال. أتمنى أبو علي يرجع لنا مرة ثانية إذا عنده شيء. ابن العراق من نينوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فهد حبيبي، هو من 2003 لحد الآن من الاحتلال. نعم. بداية الاحتلال. نعم. ولحد الآن هو العراق استقر، هم ذول اللي جو وما جايين حماة الوطن، ذول تخريب الوطن كليتهم، يعني بعدنا عن التسميات.
يعني أصبح المواطن اللي قاوم الاحتلال الشريف النزيه أصبح في بلده غريب محارب. ناس تسمي داعش، ناس تسمي إرهابي، وكل من يجي يقعد حق القمحشي. ودول مال وزير الدفاع، وزير الداخلية، أما قائد شرطة، ذولا كلهم حرامية، ذولا ما جايين لأجل البلد، ذولا جايين يتلتلون بالدولارات وباشر يعرفون راح يفارقون العراق منين. لكن الشعب للأسف غياب القانون، نعم لأن الساعة صادمت من نزوح 2003، لكن يا شعب العراقي أنت إذا نرجع نقول قلة إيمان لو قلة وعي، اثنينهم طبعا. نجي اثنينهم متواصل واحدة كمل الله. يا أهل الجنوب يا أخوان، أنتم قبل شفتوا تراهنوا على، يعني احنا عايشناكم بالثمانينيات بالجيش. كنا نحكي على من نحكي على إيران، شفتوا تقولون السادة والسادة. تفضل هذول هم السادة، أين دور السيستان؟ يلا المرجعية وينها؟ يلا خلينا نقول المرجعية اللي تقتلكم أخوان. هذه الفتن هي كلها داعي تصيرها المرجعية وإيران بإسناد من إيران. كلها هذه غاية مدروسة لقدام. كما فعلوا اليهود ايام مدينه منوره كانوا يفتنون بين اوس والخزرج، نفس السيناريو يعود، التاريخ كل فتره يعيد نفسه. اخوان العرب ليش احنا نظل متخلفين؟ اخوان ليش ما تحسون انفسكم؟ زين هذا السلاح اللي عندكم ليش ما تقومون بالمحتل الايراني والامريكي؟ ليش هذا العمل به في مرضكم؟ لكن هذا كله غضب رب العالمين علينا، ليش؟ لانه احنا ما عندنا ايمان ان ندافع عن بلدنا. لو كان عندنا ايمان دفاع عن بلدنا قدعنا عن هذا شيء، وهذا سني، هذا كردي، وهذا عرب، كلها حسه. ولكن وينكم انتم؟ تقاتلوا بيناتكم ليش؟ يعني سبق وان صرت بكم قبل سنتين ثلاث شو تقول اكو بالجنوب، لان هل الجنوب اللي يجون اللي جاء علينا يتواصلون ويانا يعني. بيقولون اكو مكاتب خاصه لفتن العشائر، يدرسون حاله النفس العراقي مثل ما درسوها اليهود. شلون طبوا العراق؟ بدأوا بالأكاذيب وتدويج وكلا ما خلوا الشعب. يعني احنا لو نرجع للتاريخ دائما نضوج من الرئيس الزين القائد الزين، عكس الشعب المصري عندما سيدنا موسى حاجز فرعون اتفقت على ملأ وقال ارجع واخاه، يعني ملأ فرعون يقول ارجع واخاه. احنا العراقيين الحجاج لما دخل قال ماذا تقولون للفتى الذي دخل عليه؟ وهالشديد من قاتب في كل ريعن آية التعبثون وقام يحاججوا، قال ماذا؟ قال اقتلوا رأسا حكموا على بالقتل. احنا متفرعين دائما بحكمنا، حكمنا. اخوان اهل الجنوب رسالتي لكم، انتم ابطال والله، انتم ما عليكم زود الشرفاء، اللي ما لي شغل زود الذيول الايرانيين عليكم بالمرجعيه كثير اللي عندكم. مثل ما احنا عندنا دواعش رؤوسها كلها صهاينه ومجوس، نفس الوضعية دا يجون عندكم الفيلم. انتوا ليش ما تدبون اخوانا؟ رؤساء العشائر ايضا ذيول، الا القليل منهم مع احترامات الزينين بيهم، كلهم شبعوا دولارات ما لهم شغله بالعشيره، تتقاتل ما تتقاتل، يموت ما له شغله، يروح من نفسه. للاسف احنا اليوم غياب، ما عندنا اي سلطه، حتى القضاة 90% يستشهدون، حتى القضاة. والميرتشي محارب بين القضاة وبين المأسورين وما قال. والسيناريو دا يدور مستمر، الفتن ايران اسرائيل امريكا، ذلنا الثلاثه طحنا والعراق طحن. لكن يا شعب العراقي ليش ما تنتبه لنفسك؟ اين ثقافتك؟ انتم المسؤولين، انتم المثقفين، ليش ما تتبعون ما تثقفون هذا؟ ليش بتقاتلي بيناتنا؟ هذا وبارك الله بي. شكرا 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 يا ابن العراق من محافظه نينوى. نروح هسه الى موضوع ثاني صار له بالفتره الاخيره موجود بحلقه صوتكم بكثره، العواصف والامطار البسيطه سرعان ما تكشف لنا الفساد والترقيع اللي تسويه الحكومه والحكومات اللي سبقتها بخدماتها، اللي افضل ما يقال عنها انه هي خدمات صوريه. احنا عندنا مجاري بالعراق، بس عندنا بالمجاري منهولات، فتحت منهول تشوفها قدام عينك اكو مجاري، بس هاي الفتحة تشتغل أو ما تشتغل لا، صورة شرشوبة عندك بالأزقة والدرابين أكو هيك ساقية بالنص وبيها فتحة صغيرة مال مي تصريف مي مطر، تشتغل ما تشتغل أكيد ما تشتغل لأنه همينة شرشوبة.
عندك كهرباء بالأعمدة عفوا مال الإنارة، وعندك وايرات وعندك شطلات وعندك كل شيء، بس يشتغل لا ما يشتغل؟ ليش حتى أبو المولدة يسترزق من عندك؟ تخيلوا تخيلوا مطر يوقع الأقواس بمدخل جسر الغزالية بالعاصمة بغداد اللي صار هنش قد أن الأقواس مبنيات هسه وقعت. يعني باكر عقبة إحنا بكل مطرة أو عاصفة لازم نتخيل عدد من الأبنية العراقية، مجموعة من الأبنية العراقية تختفي. ليش؟ لأنه المطر يوقع. شلون؟ تعالوا نشوف أيات هذا بالغزالية. زين هسه وقع، غير تجي البلدية تفرغ تخلي عالم تمشي مثل وادم؟ لا، بعد يخلوه عالم خلي تتباوع عليه تتفرج. اكو مشاريع، يعني اكو جسور تصير قديمة كلش، اكو جسور مال مشات، اكو مباني تصير آلة للسقوط بكل دول العالم، مو مثلنا، مو مدرسة تنبني بال 2006 تصير آلة للسقوط، لا مو هذا قصد. بكل العالم يواجهون هيج حالة، عاصفة، مطر، سيل، ما اعرف شنو، تصير هيج حالات. بس اسرع جهد الدوله يشتغل. زين انتم بقيلنا الجسر يتفرجون عليه شنو؟ يجون يتباركون بي؟ هذا مشروع. عندنا مشروع ثاني بالقادسيه. تخيلوا هذا المشروع اللي تشوفوه قدامكم هو بوابه مدينه الديوانيه من جهه قضاء الشاميه. ورا موجه المطر الغزيره اللي صارت بالعراق، ايش صار بيها؟ وقعت. علما أنه هذا المشروع جديد ما صار له هواي، وكلف الخزينة 1,100,000,000 دينار بحسب الأهالي. وأكو مطالبات أن تتم إحالة اللجنة اللي أعدت الكشف الفني إلى التحقيق، والناس تقول خلي شوفونا الدراسة اللي تم تصميم الهيكل بموجبها حتى نعرف شنو الخلل. تفرجوا الصورة اللي قدامكم، هاي لابد مال لوري ولا قمرية مال حوش. هاي البوابة مال الديوانية قبل أسبوع مسوينها واليوم طاحت، أدري بيش رابطينها برشمة، يعني شنو أكو لور متحرش بيش، تعبت من الوقفة ما متعلمة على هذا المكان، يعني قمرية يسوونها أسبوع وتطيح. أسبوع 7 أيام شاديها بخيط نايلون، شادين القمرية بخيط مال سنارة سمك، أردفتهم شلون شديتوها؟ جيت وقفتوها وقوف وقلتوا ها هي وقفت عفوها، جت الهوية وقعتها، رتشيتوها على زاوية، أردفتهم أسبوع وقعت. ليش؟ 1,100,000,000، 1,100,000,000، يعني هسه العراق ذبله هذا الرقم بالزبل. ليش؟ لأنه المشروع هيك صار بيه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من قاسم أبو حمرة يقول ما يهم عيني، المهم المقاول والمهندس المقيم بخير، وإن شاء الله نجمع من أهالي الشامية الكرماء ونستقطع من رواتب الموظفين في الشامية ونعيد بنائها. وهمينا طول أسبوع وتوقع. هادي عبد نور يقول والله فضيحة، والمضحك الكل فرحانة بسقوطها لأن الكل ما مقتنعة بهذا العمل. ماجد الغزال يقول هذا خير شاهد على نجاح وإنجاز المشاريع الحكومية، عمي خلونا ساكتين رحمة لهلكم. وعدنان الموسى يقول تهدر الأموال من قبل الفاسدين ولا رادع لهم، أصبحت السرقات منهاج عمل ودلالة للمسؤولين الفاسدين. يعني شو يقصد هنا عدنان؟ يقول أصبحت السرقات منهاج عمل ودلالة للمسؤولين، يعني أنت شقد تقدر تبوق هاي الكفاءة مالتك حتى تصير مسؤول؟ بوقتك 100,000 أنت وكيل، بوقتك عبرت أنت صرت مدير عام، بوقتك عبرت صارت وكيل بوزارة، تبوق 1,100,000,000 أنت وزير حبيبي. هذا اللي قصده ابو محمد ويانا. حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك سعد؟ صحتك؟ حياك الله وحيا الله اهل دياله. الله يسلمك. والله احنا شفنا هذا يعني اقبال من المشهد يعني. نعم والله، يعني نقول يعني شهر رمضان يعني ما حد يقبل يعني على هذا الشيء بالنسبه على أهله، على أمه، على أخته، بالنسبة للشغلات. نعم. ناس صيام.
مو يا ابو محمد، اذا حكينا برمضان وقلنا نعم. بركة هذا الشهر وهذا شهر الله، فهل نعم. يقبل بالنزوح؟ لا يقبل بالتهجير؟ لا يقبل بالأبرياء اللي موجودين بالسجون؟ لا يقبل بانعدام الخدمات؟ لا ينقبل بهدر المال العام؟ لا ينقبل بالأتاوات؟ لا ينقبل بالولاء إلى دول أجنبية؟ يعني هي كلهن ما ينقبلن، ترى ما ينقبلن. يعني هاي خلي يكون مكان هاي الطبوا على هاي العائلة. نعم. يعني هسه باعتبار عائلته، يعني هاي شي يقول يعني يقبلها هيجي والله مع إرهاق ومناي صيام ومناي كبار السن ومناي المريض. يعني أنا هم أشوفها أي إنسان يعني أشوفها والله بتكتشف جلود الإنسان عبد. نعم. شكرا لك محمد. أبو محمد كان يعلق لنا على آخر ملف بالمقطع الأول، آخر مقطع بالملف الأول اللي هو من ناحية العباسية من محافظة النجف، اللي شفنا به قائد العمليات على البايسيكل، هذا الفيديو واللي قاعد يهجرون عوائل بسبب نزاع عشائري مسلح. هو السؤال اللي ينطرح هنا يعني كلها بشكل عام، هذا اللي دا يسووه هنا مو سووا تنظيم داعش الإرهابي؟ مو طلعوا حتى يحررون الناس من هاي التصرفات الإرهابية؟ شو دا نشوفها هنا حالة طبيعية؟ يعني شنو الموضوع؟ صدق مو هاي نفسها؟ مو العالم تهجرت هيجي؟ نروح هسه بالملف نحكي عن مأساة العراقيين. طبعا هم العراقيين 2003 لحد اليوم ما دا يشوفون غير المآسي، بس معاناة من 2003. الناس اللي انولدت بال 2003 هسه عمرهم 20 سنة، ذولا كل شيء ما شافوا من حياتهم، ذولا شافوا بس ضيم وقهر، لأنه لا عندنا خدمات، لا عندنا بنية تحتية، لا عندنا حقوق من حقوق الحق العام، لا عندنا حقوق إنسان، كل شيء ما عندنا. عندنا مواطن، راح أشوف لكم فيديو هو مصوره، يوثق لنا به غرق الحي العسكري بمدينة الحلة بمحافظة بابل. الحي تحول إلى بحيرة كبيرة بسبب غرق معظم شوارع الحي بمي المطر. ليش؟ لأنه ما عندنا خدمات. ليش؟ لأنه ما عندنا بلدية تشتغل. ليش؟ لأنه ما عندنا مسؤول يفكر. ليش؟ لأنه ما عندنا واحد معيني بالمكان الصح. تعالوا تفرجوا. غاب مشروع شط الحلة الكبير، بدل ما كان مشروع مجاري الحلة الكبير، يلا فقر لا سيارة تقدر تموت ولا بشر. أنا بنص المي فضل كل هالمنطقة فارغة. هذا المستوصف دارت مشاريع النفطية، وهذا نهر ما يطلع المهندسين، شارع المهندسين قصدي، كل الحياة عسكري فقر. يعني هو صنف على الموضوع وقال احنا سمينا الموضوع مشروع شط الحلة الكبير، وشارع المهندسين هو سماه نهر المهندسين الكبير. يعني تخيل باكر عقبه يطلع لهم سمك بهذا المي؟ لا عبالكم. يعني البارحه طلعناها، واول بارحه طلعناها، وقبلها طلعناها، هواي طلعناها المشاريع، وعبالكم بس ذني بدنا نطلعهن؟ لا حبايب، راح اوديكم هسه الى العاصمه، الى المركز اللي العالم كله تباوع عليه، بغداد. نانا منطقة الغزالية، غرق شارع المشجر وأغلب الشوارع الرئيسة بمنطقة الغزالية. شنو غرق؟ بمي المطر. هذا كله والخدمات ماكو، مجاري تصريف المياه ماكو، مجاري تصريف مي المطر ماكو، كأنما ما موجودة. دائرة البلدية كأنما ماخذة إجازة طويلة الأمد، والوزارة كأنما نايمين، أما رئيس الوزراء ووزراء كأنما عميان ما دا يشوفون. تعالوا تفرجوا. بالخمسينات ما كانت العالم كلها عدا سيارات ولا بايسكلات، فأنا ما دحكي ما كانت تغرق الدنيا هيك، دحكي على الشط. أكو بلامة بلامة تعبر الناس من هالصوب لذاك الصوب،
يطو عانى عانتين عانى اربع فلوس يطوش كان فلس ويعبرهم من هالصوب ذاك الصوب. قلوا لي بلا زحمه بال 2024 نشوف العالم مشتريه بلام ويعبرون الناس من هالسايد ذاك السايد بالشوارع، رصيف رقم واحد رصيف رقم اثنين بمنطقه الغزاليه ايش قد فلوسه، ومن رصيف رقم ثلاثه رصيف رقم اربعه ايش قد. نطلع هسه ونروح الى عروس الخليج العربي اللي صرفوا لها المليارات حتى تستقبل بطوله خليجي 25 واللي ربح بها العراق. نانا عندكم منطقه المعقل تحديدا الناس هنا يعانون مو بس من الغرق، لا يعانون بسبب انتشار المستنقعات اللي هي بؤره للميكروبات والفيروسات والامراض والروائح الكريهه، واللي تبقى هاي المستنقعات شهر واكثر وراء اي موجه مطر توقع عليهم. والمسؤولين همينا متفرجين من الطراز الرفيع ماخذين جوائز بحسن الاستماع والمشاهده وما عندهم اي حل ولا دا يفكرون بهن اصلا. تعالوا تفرجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي منطقة المعقل 50 حوش، طبعا كل ما تمطر الدنيا تمطر لها ساعة كاملة تبقى المنطقة 15 يوم 20 يوم شهر تبقى المنطقة غرقانة بسبب هاي الأمور. شوف هاي الأنقاض وهذا الشارع كله محفر واللي هو بنص المعقل. هاي منطقة المعقل والمنطقة جاية تعاني. يعني هاي السادة المعنيين يشوفون نحل هاي المنطقة. عليكم الله اللي صور لنا هيك مقاطع ليقول شارع، لا تضحكون العالم علينا لان ماكو اي مظهر من مظاهر الشوارع. هاي اخوان حتى شوية نكحلها، هاي المنطقة موجودة بنك كاوازاكي بال 1950 مضروبة بهيروشيما. وين الشارع اصلا؟ اريد واحد يشوفني شارع رصيف مال اوادم وين؟ ماكو. هي عوف المستنقع هو الشارع ماكو. اما هسه راح نحكي عن النازح. مخيمات النزوح حال الضيم حالهم الناس اللي عايشين بها. هم ما عايشين بخيم بنص الصحراء او المناطق النائيه. همينا ما عندهم اي وسيله من وسائل الراحه. وتشوف حالهم بعد اتعس لما تمطر الدنيا. واللي غرق مخيم بزيبز شاهد مخيم بزيبز للنازحين غرق بمي المطر وتجمعت عليهم معاناة النزوح والمخيمات ويا الغرق وانعدام الخدمات. وراها راح نستعرض لكم أبرز التغريدات على منصة تويتر اللي وردت عن معاناة النازحين وغرق مخيماتهم واللي اختارناها لكم. شوفوا مخيم بزيبز. اخوان منطقه تشبايش بذي قار سموها تشبايش لانه كانوا يبنون تشبشات او تشبشه نلقش لانه القاع رخوه حتى يثقلوها ويوقفوها بمكانها حتى يبنون عليها هاي البيوت مالتهم بالاهوار. فاني ادعو النازحين انه يبنون تشبشات مثل اللي كانوا يبنوها اخواننا بالاهوار بذي قار حتى من تجي المطره هم فوقها يظلون مطوفين حتى المي لا يصعد لهم. راح نستعرض لكم بعض التغريدات اللي اختارناها لكم حول معاناة النازحين لما شافوا الناس الفيديوهات هذه. حسام حميد على تويتر غرد يقول سؤال ليس له إجابة، إلى متى يبقى هؤلاء العراقيين في مخيمات النازحين ونحن نعيش في القرن 21؟ اللهم بحق هذه الليلة المباركة فرج عنهم. وهو جاوب على سؤال يقول ما إلى إجابة. ووائل الطائي غرد يقول سنوات مديدة وحكومات عديدة عجزت عن وضع حل معاناة النازحين في حالة مأساوية يندى لها جبين الإنسانية. مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة تستنجد الشرفاء للوقوف معها ومساعدتها. سوسو الكبيسي الله يكون بعونكم ويساعدكم بهاي المحنة الكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
ومحمد يقول وزيرة الهجرة والمهاجرين تعتذر ما تقدر عندها بطولة محابس واليوم لعبة مهمة بين الفضل والكفاح. فكانت هاي آخر تغريدة ويا الحلقة بهذا الموضوع. أما حاليا عندنا رافع من ميسان، حياك الله يا رافع. وانا تقدر اشارك رحم الوالدي. انت على الهواء اخويا ومشارك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. تفضل اخويا. دا اسمعك. احنا من ناحيه الخير. وانت بالف خير. الو. نصيلي صوت التلفزيون يرحم اهلك واسمعني من التليفون، تفضل. بالنسبه احنا قبائل مدر كبير من يعني نعاني من الماء، ماكو ما شحت مياه عندنا. عندكم شحت مياه، زين. نعم. ايه. يعني الاوضاع كلش مو زينه. نعم. واحنا نامنا على الاهوار. نعم. لحد الان ماكو ماء، يعني نعاني من الماء. نعم. اي والله مو ناشدتهم يعني تعطهم. نعم وصلت عندنا مناشده من رافع من ميسان يقول منطقتنا تعاني من شح المياه ويردون حل. والله انا اقول لهم للحكومه ترى عندكم مناطق غرقانه، اذا تاخذون هذا المي وتستفادون منه بمحطات التحليه ترى تحلون ازمات. ابو عبد الله من اربيل حياك الله. ابو عبد الله. ابو عبد الله تسمعني؟ يبدو ان الاتصال ويا ابو عبد الله من اربيل انقطع. اذا عندك شيء وتريد ترجع لنا تفضل يا ابو عبد الله. كل دوله بالعالم عندها منتسبين بوزارات الداخليه اللي تابعه لهذيك الدول، لكن عندنا اتصال. علي من العماره حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخويا. تفضل يا غالي دا اسمعك. بعيدية للرعاية الاجتماعية. ايه. نعم علاوي. وصل صوتنا. نعم. ايه تفضل. نطالب بعيدية للرعاية الاجتماعية. نعم. قطع الاتصال يا علي، لكن اللي قاله خلانا نفهم اللي يريده. علي احد المنتفعين من الرعايه الاجتماعيه وهم قلائل جدا بالعراق، اكو هوايه دا ينتظرون يعطوهم رواتب، ويقول احنا نريد عيديه من الرعايه الاجتماعيه بمناسبه يعني قرب حلول عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان في الايام المقبله. فحقك والله اللي دا طالب به حقك، ما حد يقدر يقول لك مو حقك، بس أنا مو أريد أحبطك، خلي يعطون رواتب الناس من الرعاية الاجتماعية اللي ما لاقين شغل أو الكبار بالسن، بعدين يفكرون بالعيدية. لكن أكو مطلب حق لمواطن يقول إحنا نريد عيدية من الرعاية الاجتماعية بالعيد. قلت لكم كل دولة بالعالم عندها منتسبين بوزارة الداخلية، لكن كل جهة مقسمة إلى جهات، كل جهة لها عملها الخاص. ناس حفظ أمن الناس، مجموعة ثانية شرطة سير، مجموعة شغب، شرطة سياحة وهكذا. ماكو جهة من هاي الجهات تتجاوز على عمل جهة ثانية. كل وحدة إلها شغلها. مستحيل تشوف شرطة سير واقف بمركز سياحي ويقول له أنت إيش عندك هنا. لكن منتسب بالشرطة المحلية يقص غرامات ووصولات بمبلغ 25 ألف دينار عن كل سيارة حمل بوحدة من سيطرات بغداد، لا هاي جديدة. زين شرطة المرور شو يسوون بالله؟ يصبون شاي لو يباعون مسلسلات. المهم واحد من السواق دا يصور لنا الحالة ويستغرب من قيام منتسب في الشرطة الداخلية أو يعني بالشرطة عادية شرطة المدينة بقطع وصولات غرامة واللي هي مثل ما قلنا مو شغلة، شغل شرطة المرور. فهل يعني بيتساءل هل يا هي يا ترى أتاوى من عندهم لو شنو؟ خلونا نشوف. متسيب قصنا وصل لا مرور ولا هو كل شيء. عم هذا وين الولد؟ هاي الدورة يا عمي، لا هو مرور ولا هو كل شيء. قصنا وصل ودفعنا عمك السيارة 25 ألف كثيركم العباس أبو فاضل. هاي العالم كلها طاب، شوف هاي العالم
هاي كلها فلوس، هاي على 25 25. هذا المنتسب عمي، وهاي عمي، هاي السيطرة على 25 25 دفعنا، وعساف حظك وبختك والله لا يفك إن شاء الله. شقد محروق قلبه اللي هيجي حكي. المهم، اما مقطع ثاني وثق لنا واحد من سواق سيارات الحمل، القوات الامنيه ايش دا تسوي؟ لا، هنا القوات الامنيه ما اعتدت على حقوق السواق، هنا اعتقلت مجموعه من الاشخاص. ذول المجموعه شنو اللي تشوفوهم هنا؟ ذول ياخذون رسوم جبايه بسيطره العبايتشي شمال العاصمه بغداد، ما يعرفون منو الجهه اللي دا تستوفي الرسوم، هم المن يتبعون ببلد لا حاسيب ولا رقيب ولا قانون، بحيث المواطن هو المتضرر الوحيد، وصار ما يعرف من القوة العسكرية أو الأمنية اللي واقفة قدامه واللي لازم السيطرات، وليش دا تأخذ جبايات من عندهم. خلونا نشوف. والله بطال، تخيل، تخيل هذا حال الناس بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. ضرغام غالي يقول يعني هذولا اجوا من القمر غير جماعة متنفذين بالدولة وياخذون اتاوات من سواق الشاحنات. وعمر ضاري يقول يطلعون عادي لان تابعين للحشد هم والجمعة اناد وابو مازن. ها، يقود الحشد وجمعة اناد وابو مازن. وصادق الركاب يقول كلامه صحيح، لأن دخول سيارة حمل إلى بغداد فقط بالليل، أما غير وقت المسموح لازم يدفع رشوة للسيطرات من 10 إلى 25 ألف. يلا يدخل اتفاق الجندي مع الضابط وكل واحد وحسته وعند معرفة أحكي، وبالأخص سيطرات شارع فلسطين. وقاسم موسى منين جاب الوصل؟ من بيتهم، فتحوا عيونكم يا بلد الرشاوي. هاي التعليقات حول هذا الموضوع. عندنا اتصال ابو ساره من ديالى، حياك الله يا ابو ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ احنا نعاني من شغله هاي المساريح. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اسمعك اخوي. الو. الو. حفر الشارع وعافه، حفر الأرض على الفرح وعافه، كثره والبوري وعافه، يعني شغله ما يعني فدنا وكعبانين. نعم. ياكم مراقبه عليهم، كلهم بالاحزاب متنفذين وما مسيطرين على المشاريع مال المحافظه وكيف. نعم. يعني نعاني نعاني هواي نعاني. نعم. هزونه هزوا بلدنا، دمرونه، لاكو شغل لاكو عمل. نعم. يعني قوه عايشين قوه. نعم. هاي مطرت، هاي البارحه مطرت، اول البارحه مطرت اكثر المناطق غرقت. نعم. ايوه الاستاذ، يعني متاذين هوايه، مشتكى لله، ما عندنا غير بس الله. نعم، امنت بالله. شكرا لك يا ابو ساره. ابو عبد الله من اربيل رجع لنا، حياك الله يا ابو عبد الله. الله محييك استاذ. كل عام وانت بخير. وانت قدر الله صيامكم وقيامكم، وان شاء الله يغفر لنا رب العالمين بحق هذا الشهر الفضيل. اجمعين احنا وانتم امه محمد كلها يا رب. نعم. امين يا رب العالمين. استاذ، بالنسبه للموضوع الفيضانات والغرق اللي يصير بالاخص ببغداد وغير مدن همينه. نعم. استاذ، انا بدي احكي حكايه وحده. ايه؟ يعني حكومه، يعني انا مواطن عادي قاعد بالبيت. نعم. اعرف هسه منو دا يشتغل بهالشغلات هاي؟ هذا ابو علي الكوفي مال شو يسمونه، هذا الجهد الهندسي مال حشد مال شنو؟ نعم. سواها قمره وربيع. احنا هيك سوينا واحنا هيك نسوي، ذا لقيت محل ببغداد باي محافظه غرقت حاسبوني، وين الحكومه؟ نعم. وينها؟ يلا هاي بغداد غرقت صح؟ نعم. المدن غرقت وينها؟ ويقول لك ويتصلون المواطنين يقول لك والله عندنا شحات مياه. نعم. يابا احنا غرقانين، وينك وشحات مياه؟ احنا غرقانين استاذ. لا، مو هو يقصد شحت مياه، مي الاساله، مي الاساله ماكو هسه يعني في بعض المناطق. صحيح. اي استاذ، مو ماكو تنظيم. اذا اكو تنظيم الدول المتقدمه مياه الامطار او الذروه تستعملها او تخزنها
اليوم أسود صح؟ نعم صح. بس من يخزنها إحنا؟ نعم. منو؟ ماكو. هاي واحدة. الثانية أستاذ هيبة المسؤول والضابط بالشرطة أو بالجيش أو بحكم مسؤوليته كوكيل وزارة أو مدير عام راح تدريس لين يستخدم الموظفين بأخذ الرشاوي أو يستعمل مع احترامي للفراسين، الفراس أشرف من عندهم، أنا أعرف الفراس أشرف من عندهم، اللي يستعمله في سبيل ابتز العالم أو يأخذ معدن فلوس. ليه هذا الجندي شلون يحترم هالضابط؟ وين هيتك يا ضابط؟ انت بخلي لك جندي بس يبتز العالم وتاخذ رشاوي من عندهم ويلملك، والمغربي بالليل يجي يعطيك اياها بيدك يخليها. استاذ ماكو هيك، ماكو دوله هيك، ماكو دوله. استاذ باوح كل سنه يتبقون على اساس احنا هيك نسوي للكرد هيك نسوي للسنه صح؟ شوف شويه استعدلوا ويا الكرد هالمره، شوف سوي الاخوان السنه ويا الاخوان السنه، شوف قلبوا عليهم كل شيء ما يسوي لهم. طبعا كل شيء خميس الخجر الله يحفظه قال ان شاء الله نصلي مع دوين جرف الصخر. استاذ جرف الصخر صارت اسرائيل ثانيه، لا دوله عربيه تقدر تطوها ولا حد يقدر يحاربها منها صراحه. اقول لك نعم. تدري ايش اقول لك؟ ما عندنا زلم انه تحرر القدس من هذول اليهود. نعم. واحنا هاي يهود هسه بيها استاذ. نعم. استاذ بيها يهود والله لو تلم العراق كله عليه ما تقدر. تمام. شكرا 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 لك يا ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام، قبل 20 سنه تاسست هيئه علماء المسلمين، هيئه علماء المسلمين اللي كان عندها موقف واضح وثابت من الاحتلال، من الدستور ومن العمليه السياسيه. ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سوالنا هذا الانفوغرافيك اللي يوضح لكم مسيرة هيئة علماء المسلمين في ذكرى تأسيسها 20 من إنتاج قناة الرافدين. تفضلوا. السياسية لا نقول لها نعم، لأنها جاءت لتقسم العراق وتقسم الشعب العراقي. لن تنالوا بعون الله تعالى من عزيمة الهيئة ومن عزيمة من سار في خط الهيئة. هذا باختصار هو مسيرة هيئة علماء المسلمين، باختصار بس شديد جدا لأنه مسيرتها أكبر من هذا الانفوغرافيك. الناس بسبب قرارات الحكومة، تخيلوا حكومة تأخذ قرارات يجون الناس يستهزئون ويسخرون من هاي القرارات. تخيلوا حكومة تقرر أنه توزع بالمناطق الغنية، وما أعرف شون حسبوها مناطق غنية ومناطق فقيرة، أنه يوزعون صمون بدال الطحين بالمناطق الغنية من العاصمة العراقية بغداد. أدري أنتوا من اتخذتوا هذا القرار شنو معناها وشون حسبتوا الصمونة ف
فرق الطحين. ناس فطلعت هاشتاج عفوا حكومة الصمون أو حكومة صمون، الهاشتاج اللي كان ترند على منصات العراق اليوم. وسعيد الجبور يقول: ماذا يعني في المناطق الغنية؟ هل تصنف حكومة الصمون الشعب على أسس طبقية؟ كيف سوف يتم تحديد من هم الأغنياء ومن هم الفقراء؟ دولة عجيبة غريبة وربي. سيف الحوت يقول: ما أعرف ليش حكومة الميليشيات أتذكرنا بالحصار وإحنا بلد نفطي جبار وصاحب ثروات طبيعية، شنو الموضوع؟ هاشتاج حكومة الصمون. وعراق واحد زين، هو الوزير هيك يريد مصلحة المواطن وينطيه صمون؟ هو أنتو الجيش ما موفري لأكل بحظ مو النوب 40 مليون عراقي. ولونا تقول: شو معنى اختاروا المناطق المترفة ببغداد أنه ينطوهم صمون بدل حصة الطحين، والمناطق المعدومة ما حد يختار لها زين، ليش ما انطوهم خبز؟ سؤال يدور بمخيلتي زين، إذا يريدون يسوون تشريب يثردون صمون للباتشا لو أصلا ما يأكلون هاي الأكلات لأن الناس مترفة وراقية. هاشتاج حكومة الصمون. بالنسبة إلى هاي القرارات ما أعرف هم شلون قرروا أنه هاي منطقة غنية ومنطقة فقيرة. إذا تذكرون الحصة التموينية لما انطلعت ما كانت تفرق لا بين غني ولا بين فقير، كل الشعب العراقي سواسية. بالنسبة إلى الواتساب: السلام عليكم أستاذ أفل، الدول العربية تريد عودة النظام السوري للجامعة العربية، والنظام السوري قتل وشرد الشعب السوري عن بكرة أبي أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى. عدنان من بغداد: بالنسبة للفساد تخيل قمارة أو مظلة مطارية في أحد مؤسسات وزارة الصحة 4x5 متر، كلفة 75 مليون دينار، أبني بيها بيت كامل، قلنا للنزاهة والتفتيش انصدمنا برد جوابهم دخلي يستفادون. عمي إذا أنت تبوق أنت المواطن الصالح وأنت نبي من أنبياء الله، وإذا أنت نزيه أنت فاسد وأكبر كافر، ما تعبد الله أنت تعبد الشيطان. والأحلى من ذلك كل الفاسدين يلزموهم المناصب وش حده اللي يحكي عليهم. السلام عليكم، تحياتي إلى قناة الرافدين الأصيلة الذي تحملت الكثير من الجواسيس والعملاء، هذه القناة سوف تبقى شوكة في وجوههم النتنة، استمروا يا شرفاء، والله الخونة والعملاء ما لهم وطن، مجرد خطار سوف يذهبون إلى مزابل التاريخ عن قريب بإذن الله. أبو أنس العبيدي، مخيم الهول الذي قاهر مكانيس إيران وأعوانهم. السلام عليكم أخي أفل، بالله عليك حكومة تسرق حق المواطن المتقاعد، فعندما تستحق دائرة التقاعد دين لها بذمة المتقاعد تستقطعه منه مع إضافة فوائد على الدين، وعندما يستحق المتقاعد رواتبه المتراكمة لديها تسرقه منه بالباطل بكافة الحجج. سنتين ما انطوني راتب تقاعدي وأطالبهم 20 مليون دينار وأقولها عليها ويطلبوني 5 ملايين، احتسبوا عليها فائدة 3 ملايين، وكأنه ماخذ سلفة من مصرف مو دين للدائرة. وأشكرك أستاذ أفل غالي. أبو محمد من بغداد: السلام عليكم، وآخر رسالة: نريد عراق خالي من الكلام البذيء، السب، الشتم، الغيبة، النميمة، الكلام السيء، والخوض في أعراض الناس، والانتقاص من مكانة الناس، والتشهير بالناس بالكلام. نقول خير أو نصمت، عراق خالي من القتل وإزهاق أرواح الناس البشرية. الرسالة تطول، أعتذر ما أقدر أقرأها كلها. مشاهدينا الكرام، بهاي نوصل إلى ختام حلقة صوتكم لهذا المساء، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر، في أمان الله.